زيت الكانولا كانوا يستعملوه في تدهين المكائن، مكائن القطارات، مكائن البواخر. فقدموا هذا الزيت إلى جامعات كندا وطلبوا منهم تغيير أو حذف الأروسيك أسيد لكي يعطوها للبشر. استمر العمل تقريبا 30 سنة. استطاعت الجامعات الكندية أن تقلل مقدار الأروسيك أسيد. ما حذفوا الأروسيك أسيد، ما قللوه. سنبدأ بيعها للإنسان. لذلك في أي أنبقة أضافوا لها O اللي هو أويل، بعدين LA. LA يعني شنو؟ لو أسيد، يعني حامض قليل، يعني صار حامض قليل اللي يضر البشر، فإذا يستطيع البشر أن يأخذ. القضية قضية أموال. فإذا استطاعوا تمويل اللجان، موظفين عندهم، بأن يقولوا للناس كانولا هو أفضل دهن بالعالم.